صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا هانيين بصحة جيدة. نشوف سليمان اش كيدير. عاد بغيتي تعطيهم ياكلوا؟ ها؟ عاد بغيتي تعطيهم ياكلوا؟ هذاك عندك تير الصور هذا مازال نحتاجوه. ها؟ ها؟ ايوا انا قلت لك ندير ندخلوا القطيطات تما باش نبداو نعطيهم ياكلوا، لحقاش كيكرفصوهم القطط ديال برا والله العظيم. تيبدا يدبزو في الليل تيخلوني بلا ناس، كيجيو يهجموا عليهم دوك القطط المتوحشة. الله هاد الشجرة كبرات شبع عامة. هادو هادي وهادي غير كانوا شيطين، هما ديال السيج كانوا شيطين وبقاو فيا، قلت خلي نديرهم هنا. كاينين ثلاثة، وحدة لهي هاديك مسكينة ما كتسقاش. كاينين هادو الشجرة دابا لي بحال دفع هاد الطونة ولا ما عرف لا، وين بدا كيدفع. هاديك الدجاجة باقا كتخرج من هاديك البلايصة، ما مشيتش للسوق هاد المرة، بغيت نزيدو شبكة رقيقة في ديك البلاصة باش ما تبداش تخرج، مابقاش ديما تلقاها على برا. الدجاج عندنا تمرديك، الدجاج فيه حفار يخرج من هنا، واش شتيه؟ ها؟ دابا تجي دخل تشوف واحد البلايصة بداو كيحفروا فيها باش يخرجوا. خطاب تبارك الله عليهم، زعما عندهم مع الحفر. اشنو مخلط لهم سليمان؟ خبز والنخاله. الخبز مفزق النخاله، عاد كتزيد لهم الشعير بوحدو. مراس شي مراس، ماشي دايما كتعطيهم الشعير، واحد الوقيته كنتي كتعطيهم بزاف الشعير ياك. ها وما باض وما باض، هذيك هي مايله. شوف كيديرو الجوع مساكن. ها كيفاش؟ ها لا فوق يقول قاطع على والو. ها ها يصحابو ليش حاجة ولا يصحابو أخرى. ها كي واخا داكشي راه كياكلو، راه مفيهم الجوع. ها لي برانسيس، ها هاد الذكيات ممشاوش للزحام. وداك القادوس اللي درنا حيت درتي غير اللي موجود صغيور، خاص يكون شويه عريض. بس باش ما تزلالهمش الماكله، بس باش ما تزلاش ما كتمشي في الارض، هي الروعه تطيح في الارض. لا لا هذاك الشيء هكا كجو لهنا. دابا هادو الا ذبحنا شي وحده ما نلقاوش فيها اللحم، ما تقول ليش. ها اش دارك؟ وشوف اللي قلبيها داك الشيء اللي غير الريش. هاد الشيء هادو، ها هادو غادي يربيو شنو؟ هذا وهذا غادي يبداو هذا الراس يجي غادي يبداو يربيو الريش. اش قلت لك؟
رشيدية. شوف وش بشودك الزين. كيموتو الزهر. على هذيك هذاك؟ هذاك ديك؟ ما عندوش داك الريش لتحت. ماشي ابراهيم. ما باينش واش ابراهيم هذاك. دابا ما كيقرقوش على البيض، تجيبوا لهم الفيومي. الفيومي اللي خصها شي دجاجه ديريكس. ها شنو شي حتوبات ديال ديال الفيومي؟ شحال كيديروا؟ سولتي في السوق على على الدجاج الفيومي؟ ها ثلاثه. ها ثلاثه دجاجات و في الروج. شحال؟ 6000 ريال. 300 درهم كبار ولا صغار؟ كيبيضو. كيبيضو ان شاء الله. ولكن نبداو نذبحو بهادو ولا ما نذبحوش الا سمنو شويه؟ ان شاء الله صافي نقصو من هادو العاديين ونجيب الفيومي. وشنو الفرق بيناتهم؟ الاخر كيبيض بزاف ما عرفتش. فيومي شي اللي قالو البيضه ديالو كدير 90 ريال. البيضة 90 ريال هاكاك يا نديرو مشروع. نديرو مشروع. بغينا غير ناكلو البيض نشبعو البيض. ها كيفاش انا اللي جريت عليهم؟ هادي اللي راه شويه ياش مزيان بقاو حاضينهم. يلا يلا تفرقوا تفرقوا سيروا لهاد الجي. المهم راه ياكلوا في الاخر شي لي مهم. والله كيخافوا مازال كيخافوا. ما كاينش لي مضحك لي قد هاد 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 القهوي فيه الزرق هذاك. شي مسكين داك العرف ديالو مديرو غير هنا بس كنا حتى حدا النيفان. سبحان الله العظيم. دابا الاخر راه ما جايش. واش ما فهمتش هذا هذا شنو هو؟ شي غير عادي هذاك هذاك اللي مشى ليه داك الحمر بعض. من يدري حتى بالبيض غير سواق سواق يجب ان يشوفه. عطستي شتيهو. مزيان بعدا شتتي شوية التراب هنا الله يرحم الوالدين. انا ما كنخدرش نخدم ب ما كتشوفوا راه بدا كيشتت هاد التراب باقي غير شي بلايص هنايا. نتسناو ان شاء الله الله يرحمنا بالشتا باش تفزق الارض بدا يقدس لي. انا دابا جات لي فيهم تقل هزان تقل ولا الحني بزاف ما كنديرهمش دابا لان كنعالج ظهري حتى نبرى شويه ديك الساعه ان شاء الله. عاود غادي نتعاونوا انا وياه نكملوا. تلقى تعليق ديال اننا خصنا نحيدوا النباتات اللي حدا الشجر والله العظيم الا راه عارفين تنحيدوهم وتيعاودوا ينوضوا. دابا خاصهم داك الثوب الكحل ولكن ما نقدرش نخدم داكشي بوحدي خصي يكون سليمان. وفاش كيكون كنخدموا حاجه اخرى. المهم راه ان شاء الله شي نهار عاود يجي طلال وغادي يتعاون هو وسليمان يحيدوهم او اللي يغطيو عليهم باش ما يعاودوش ينوضوا من الجذور. يغطيو عليهم ويديروا عليهم داك الفرتيت راه كاين باقي لهيها كثير ويثبتوه بالمسامر ان شاء الله. اما انا ما كنقدرش داك الحني ما بقيتش كنقدر عليه وحاليا خصني حتى نبرى ان شاء الله. الشيء اللي كاين غادي نمشي نعطي الحوتات ياكل باش ما عطيتهمش. هاد الشجيره هادي في هاد الورده دا صراحه زوين. كنا فكرنا في هذا هو اللي نديروه في التسييج ولكن مع الاسف ما كتابش.
ما قلت واش ما لقيناش ولا ما لقيتش عقله. كيعجبني انا هذا تيكون في التسييش كله مع فيه الورد و وكيطلع دغيا. باش نقول لكم حتى اللي باغي يدير هذا في التسييش راه كيطلع تيطلع دغيا دغيا. هادي تبارك الله غادي تكونوا شفتوا فوقاش درنا، راه ماشي مده طويله وراه فايته، راه طالعه اللي هي انا دايره بحال اللوايه صراحه زوينه. ما كتبش نديروها في الجناب، المهم ما عليناش. داكشي باش درناها هنا زوينه، وزدت وحده اخرى في هذا القنت هذا باش تشد مع هذا العمود وتطلع. كتشوف تبارك الله الماء ولا نقي، شوفوا معطيني ياكل. كما كتشوفوا هاد النبتة راه تبارك الله بديت كتكبر، لحقاش كتبغي الماء بزاف كما كتشوفو، كتولي زوينة. هاد لي بو ديال البلاستيك دابا غادي نصورلهم إن شاء الله بحال هدا، ديال الهايبر كيكو باش ميبقاوش يبانو، غادي نحاول نصورلهم إن شاء الله قريبا قريبا، نقدر يوم غدا ولا بعد غدا. يعني الفيديو غادي نصاوبو لكم باش تشوفو كيفاش كنديروها، باش ميبقاش هاد المنظر هذا ديال البلاستيك تيبان كيما كتشوفو كيضيعو المنظر. إوا صافي غادي يبقاو مزيانين، راهم معرفتش نديرهم في هاد السلك كسار، نديرهم شوية عاقل. ومن بعد ما فطرنا وسليمان مشى لخدمتو، ريم هي بقات عند اختي حيت قارية صباح بكري. كما كتشوفو جيت باش نضف الدار كاملة، عاد نمشي ان شاء الله نخدم. دابا تشوفو غدا ان شاء الله شنو غادي ندير. بالنسبة للناس اللي خلاو لي تعليق وقالوا لي هاد البلاصة غادي تلقاي مشاكل في التنظيف، بالعكس ما لقيت حتى شي مشاكل. كما كتشوفو لاسبيراتور كتحل المشكل، وحيت حنا كنجفو يعني عائلتنا متعودين مشحال هادي على يعني التجفاف، ما كنكبوش الماء نهائيا. داكشي باش كتشوفو الدار ما فيها لا قرقارة لا والو، ما عندناش الميلان لواحد الجهة. علاش؟ لأن صراحة ملي كنا في دار والدينا كانت في هاديك العادة ديال خصنا نكبو الماء والجافيل والمنظفات، عاد كنحسو بالنظافة، ولكن من نهار تعودنا على التجفاف لقينا راه القضية راه هي غير هو حافظنا على الماء. وكنتمنى العائلات اللي عندهم مع كبان د الماء بزاف يحاولوا يبدلوا هاد العاده، لانها سيئه فيها الذنوب بزاف. وراكم عارفين مؤخرا الازمه ديال الماء، كاين اللي ما لقاوش ما يشربوا. كنتمنى انكم تاخذوا هاد النصيحه ديالي بعين الاعتبار. وبالنسبه للتنظيف كما كتشوفوا دابا ولاو هاد الجفافات، هذا راه عطاتو لي اختي كنقول لها شكرا بزاف، لان شرات واحد اخر زوين بزاف صراحه، حيت في ديك القرعه وكديروا فيها المعقمات ديالكم والمعطر وديروا الماء وكترشوا
وغادي تجفو عادي من داكشي رفيع. مازال غادي نبدلو ان شاء الله هذوك الزيوفه باش يبقى نشف داكشي كله ان شاء الله. غادي تشوفوه معايا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا ومعايا معانا كاملين حيت انا وسليمان ماشي بوحدي كاينه. هادشي اللي كاين نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل وتشوفوا اشنو غادي نخدموا بحول الله تهلاو لفراسكم والسلام عليكم.